المغالطات والمحلومات الخرافية التي لا صلة لها بالعقل والمنطق والتاريخ، وعمل مهم قام به ويقوم به الدكتور محمد. إنه يمارس نوعا من النقد التدخلي ليخلص هذا العلم مما علق به من خرافات ومغالطات، وإنه يمارس نوعا من النقد الديدكتيكي الذي يلقي درس العروض من تلك الصورة الجافة المملة ليعيده إلى السباحة من جديد في مياه الشعر حيث اللذة والمتعة وقوة اليقظة. ملاحظة واحدة أسجلها على مشروع الباحث الدكتور محمد: عدم انفتاحه بالصورة الواسعة والمعمقة على التراث الغربي في هذا العلم. إذا كان الخليل وغيره من القدماء قد استفادوا من الهند والفرس والإغريق، فلا بد أن نواكب العصر والاستفادة منه والإضافة إليه. أما كتابه التضمين العروضي تحولات البنية في الشعر العربي المعاصر، فإن الكتاب لن أقول عنه إلا كلمات قليلة في هذا المقام الذي لا يسمح بدراسة موسعة أو معمقة. يتألف الكتاب من مدخل ومبحثين: مبحث خاص بالتضمين في الشعرية القديمة، ومبحث مكرس للتضمين في الشعرية المعاصرة. وفي المدخل وضح الباحث أن التضمين ظاهرة شغلت حيزا مهما من النقاش النقدي القديم والمعاصر، إلا أنه لاحظ أن هناك حضورا في الدراسة النصية قصورا في الدراسة النصية لهذه الظاهرة، وفي فهم الحضور المعاصر لها داخل المنجز الشعري المعاصر، ملاحظا أن ظاهرة التضمين العروضي على عكس ما كان في الشعر القديم قد انتشرت في القصيدة العربية المعاصرة بشكل لافت، فما كان عيبا مستقبحا عند القدماء قد أصبح مستحسنا من شعراء عند شعراء القصيدة المعاصرة، وأصبح عنصرا شعريا وشكلا جديدا من أشكال التجريد. هو كتاب يمارس النقد ونقد النقد منخرطا في نقاش قديم جديد حول التضمين العروضي، يعيد قراءة نماذج من حضوره النصي مستحضرا الأسلوبية وبلاغة الخطاب في العصر الراهن، مسجلا أن النقد المعاصر لم يكن في مستوى النص الشعري المعاصر، لأن فهم التضمين العروضي يستلزم ضبط الحضور المعاصر للقافية والتدوير كما يطرحهما هذا الكتاب. أتمنى للدكتور محمد الطحناوي كل النجاح في مشروعه العلمي وفي مشروعه الديدكتيكي وفي حياته المهنية، وشكرا على استماعكم. ونحن بدورنا نتمنى لسحسن الدكتور الصحة والعافية وأن يداوم على هذا الحضور المتألق بيننا. تعلمون أن سحس المدب أبعد من أن يكون راصداً لمدن كبير سواء في الشعر أو في القصة القصيرة أو في الرواية أو في الخطاب النقدي عموماً، فهو متابع بشغف للإصدارات الحديثة في جميع مجالات التي تهم ثقافتنا المغربية أو العربية. طبعاً سعداء أن يكون بيننا اليوم، وسعداء أكثر أن نحتفي من عبره ومن خلاله بالسي محمد الطحناوي صديق دار الشعر مراكش، وأحد الذين كما قلت ساهموا بأيديهم البيضاء في تربية النشأ على محبة الشعر أولاً وأخيراً أبعد من علم العروض والقافية. محبة الشعر هي التي تجمعنا اليوم وهي التي ستبقى، فلك كمل البيض ولك كمل الأرض. مرحبا بالسي محمد لك الكلمة. بداية اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر وعميق الامتنان إلى دار الشعر مراكش وإلى مذيع عبد الكريم الحق الفراني، ومن خلال ما إلى دائرة الثقافة بإمارة الشارقة على العناية الخاصة التي أولوها الكتاب المتواضع، وعلى الحرفية التي أهدوها خلال مرحلة المراجعة والنشر. كما أتقدم بالمودة والعفاف إلى الأستاذ الجميل الدكتور حسن المدن
على التقديم الذي خصني به وخص به الكتاب. وأشكر أيضا على دعمه وتشجيعه المتواصل لي في مسار علمي والمهني منذ أن تشرفت بمعرفته والتتلمذ على يديه في دروس التكوين. الشكر موصول أيضا للحضور الكرام الذين شرفونا بحضور هذا الحفل العلمي وكل من لبى الدعوة من قريب أو بعيد. كلمتي مختلطة جدا، أتحدث فيها عن السياق العام الذي يسبح فيه الكتاب، أما تفاصيل موضوعي فقلب عليها بلا شك بين صفحاتي. هذا الكتاب هو جزء لا يتجزأ من مشروع علمي خاص بي في النقد ونقد النقد، وتحديدا نقد الإيقاع. أشتغل فيه على إعادة النظر في مجموعة من الطروحات النظرية التي تراكمت في الدرس النقدي المعاصر حول مجموعة من الدوالي الإيقاعية، وبشكل خاص ما يرتبط من البدالي عروض والقافية وما يتصل بهما من ضوابط. البدل من خلال قراءاتي المتواضعة وفي حدود ما اطلعت عليه أن مجموعة من الدراسات النقدية الرائدة يعني في الشعر العربي أو في تحليل الخطاب الشعري المعاصر، يعني على الرغم من ما اكتسبته من ثقل معرفي في الساحة النقدية العربية منذ ستينيات القرن الماضي إلى اليوم، إلا أنها يعني لم تستطع أن تنفذ إلى تمكن الحضور النصي الدقيق لمجموعة من التوالي الإيقاعية وإلى ضبط متغيرات بنيتها النصية، بل إن أحياناً نجد قصوراً حتى في فهم شكل الحضور النصي لهذه التوالي في القصيدة العربية الموجودة. وهذا ما جعلني أصل إلى نتيجة عامة هي أن النقد الشعري لم يكن في مستوى ما يطرحه النص الشعري المعاصر من إشكالات إيقاعية. لذلك يعني بدأت في الاشتغال على مجموعة من الدوالي الإيقاعية لتجاوز هذا القصور النصي الذي شابه في عدد من الطروحات النقدية، ومن هذه الطوائر ظاهرة التضمين العروضي التي خصصت لها هذا الكتاب. والكتاب وإن كان من عنوانه يظهر أنه يعني خاص بظاهرة التضمين، إلا أن صفحاته تعالج ظواهر أخرى استحضارا لهذا التفاعل الذي أصبح بين الظواهر الإيقاعية في النص الشعري المعاصر، لدرجة أن ظاهرة إيقاعية يمكنها أن تلغي ظاهرة أو تلغي حضور ظاهرة إيقاعية أخرى أو تسمح به، وهذا ما لا يضعه نقاد الدارسون أو دارسون المعاصرون في الاعتبار. هذا بشكل أو باختصار شديد السياق العام للكتاب الذي أرجو أن تكون له قيمة مضافة في ساحة النقد الشعري، وبطبيعة الحال كتاب من بين كتب أخرى ستصدر لي لاحقا في البنية الإيقاعية وتحولاتها النصية. في الختام أتقدم بأسماء آيات العرفان إلى والدي روحي وأستاذي الجديد الذي عنه أخذت مجموعة من فحوص الدرس الإيقاعي القديم والمعاصر، الشاعر المبدع محمد المباح الذي أرجو له موفور الصحة والعافية وأن يحفظه الله لأهله وذويه. كما أجدد الشكر والامتنان إلى الأستاذ الجليل الدكتور حسن المدن وإلى دار الشعر بمراكش وإلى مديرها أخي الكريم عبد الحق الفراني وإلى دائرة الثقافة بإمارة الشارقة، وإليكم أيها الحضور الكرام. السلام عليكم. شكرا للناقد الباحث محمد الطحناوي، شكرا للناقد الدكتور حسن المدن. طبعا ستكون لنا عوده للسيد الطحناوي في لحظه التوقيع في نهايه هذا اللقاء. ادعو الان الناقده فاطمه الزهراء براح والسيد ادريس الملياني ان يلتحقوا معنا هنا. لعلكم تذكرون ندوه الشعر والفلسفة. نعم. كان معنا الناقد إدريس كتير والباحث عاصم بن قباس، وبينهما كانت الناقدة فاطمة الزهراء وراح طالبة باحثة، وفي ندوة كانت تستقصي هذه العلاقة المركبة ما بين الشعر والفلسفة.